يستر. كبسول داي كاته كده. الحمد لله. الفضل ما شاء الله، الله يديك العافيه ويجعل المياس السفينه بين قدمك اين ما ذهبت. نعم يعني كل الاجراءات. نعم الله يديك العافيه. الزباين كيف؟ ماشي تمام الحمد لله، كل شيء التعليمات والتوعيه كله ماشي تمام الحمد لله. يعني قصه القعاد في البيت دي كيف ماله؟ ما هو الناس لازم تقعد في البيت، يعني يقعدوا هاي ما في زول واحد يمرق ولا زول. هاي كبسول شغلك ديكي كيف؟ اها رزقنا زي ده ما بينقطع. ها ما هي ايام محدده، اوقات محدده. اي أيوة والله كلامك سمي، يعني قاعد البيت ما عنده فايده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف كبسول؟ مرحب مرحب سؤاد، مرحب ست ست البنات. الحمد لله والله العظيم قعد الرجال معانا في البيت ده خساره. كيف الكلام ده؟ لكن نعم شنو ما صحه بالنسبه لنا. سؤاد كلام كده كيف؟ القعد في معاكي في البيت ما خلق لكم زي ده الفه، والراجل زي ده يقرب عليك ويقرب عليه ولاداته وبقى في محنه بينك. اي والله اقول لك حاجه، لأول مرة عارف إنه عنده وجن وشامة. ده كله كان طاشي منك ساي. ما كنت عارفة. بيجز والليل ينوم وزاد الصباح فجر يقوم للرزق. أسي بقيتوا قاعدين مع بعض، ده رزق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حاجاتي وينها؟ يا هنتي لك ربطت لك في الكيس. سمع. الله يديك العافية سؤال. يلا فتك بعافية. ما شاء الله. أها. شفت كيف؟ قلت لي الحل كيف؟ الحل بالتلفون. يعني كيف بالتلفون؟ الزول يكون قاعد في بيته. اي. تضرب تليفون يقول يا دايتر. اي. الو. اها. الو دايتر. اي. السلام عليكم. اها. عليك الله، ده اللي رد لي سكر وده اللي زيت وده اللي بصل. اها. عندك؟ ايوه. انا اوصلهم له. توصيل له. ايوه، ولا شي تليفونات الناس جت. كله تكتبه عندك. يا سلام يا كبسول. اي. والله يقول لك حاجه يا كبسول. والله انت حرام. حرام تكون ما استاذ عندك بروفيسورية. اي انت عبقري. ايوه. يعني يسي كده. انت عملت حاجه اسمها الدييتر ديليفري. الدييتر ديليفري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تمام؟ مرحب. الله يخليك. مرحبتين. عايز رز وصلصه. عايز شنو؟ رز وصلصه. ايوه مرحب. انت ساكن هنا؟ ايوه ساكن جنب الجامع. في الحي ده؟ ايوه جنب الجامع هنا، بس ما طولت. عندك تليفون وشاحن جديد سامسونج؟ ايوه ليه؟ ايوه سالتني. تنطيني تليفونك. وانا حاجاتك ديل اجيب لك في مكانك في بيتك، نضرب لك تليفون نظام ديليفري، ادي اثر ديليفري، يعني لانه انا معقم. انت تكون معقم وانا معقم وكل زول في بيتك، كل زول في مكانك. يا سلام يا اخي، دي خدمات ممتازه يا اخي. طيب الله يديك العافيه. ده الكريت حقي. ما شاء الله ما شاء الله. اتصل علي انا اسجل رقمك. تمام جاهزين. طيب شكرا لك. انت كريت. الله يخليك، شكرا لك. الله يديك العافيه، بارك الله. شفت كيف؟ ايوه كده، ده الكلام كده. القعاد في البيت مهم جدا لصحه الاسره والاولاد والوطن كله. ايوه يعني الناس تكون في حجر صحي. ايوه كل زول يلزم مكانه وينزل بيته. اي زول اذا يعني مثلا حسب اي حاجه ممكن هم يجوك في محلك. والله يجوك في محلك. ايوه عبر الرقم. عندهم تليفون. صحيح انا ذاتي حافظه. ايوه كم؟ كم يعني عندهم الرقم 90 90. ايوه اول رقم 221 221. أيوة. يجيب مالك في محلك في مكانك انت قاعد جوا بيتك. ما شاء الله ما شاء الله. شو الكلام ده كيف؟ ها؟ ما شاء الله. اجراءات نظام. ها؟ ايوه هاي هاي يا سلام. لكن يعني اقول لك كلام والله دايتر. اي انت زول ما سهل. يا سلام ما شاء الله كتر خيرك. أي. وكمان اقول لك حاجه يا كبسول، انت ايضا رجل ما سهل. واي شخص يعتمد التعليمات وينفذها ويقعد في مكانه ويلزم بيته ايضا هو شخص غير سهل. يا سلام. كش ماهر. يا ماهر يا عم دايل جنبك. جنبي الكمامه دي فاكيه من وشك. مره البس الكمامه دي اوقت فيك. حاضر. انا ذاتي البس الكمامه. جيب يدينك. امسى كده انت معقم. شفت الحاجات دي؟ ناس عمك يا كريم. ايوه. دارين حاجات ديليفري. تودي لهم وتجي سريع. تمام. في ناس علويه والتايه وحليمه وناس محمد عوض. شفت؟ أيوة. محمد عوض تعرفوك؟ ايوه عرفت. دي كلهم دارين حاجات ديليفري. امشي ودي زيرو تعرف. بسرعه. اي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. عمل درامي جميل جدا يعني نبدأ به حلقتنا اليوم، خليك في البيت، وعمل كبير ومهم جدا بجنبية والدعايتر وكبسور في بث التوعية المباشرة والمهمة جدا أو الغير مباشرة من خلال سياق درامي كوميدي وفكاهي. يعني تكلم عن الحجر المنزلي وكيف أنك ممكن يكون عندك دور في التوعية، كيف ممكن تقدم نصيحة وهي تكون مقبولة، واهتم بها جدا صاحب الدكان ويعمل بيها. وشفنا تنبيهه حتى الشاب اللي معه هو عايز يرسله انه يلبس الكمامة وعقم لو يدينه واداه. ده ممكن يكون حل في بعض الاحيان، لانه مستلزمات الاسرة في الشهر المبارك هي ممكن تكون كثيرة، والناس موجودة في البيت محتاجين انه طبعا دائما لانه هم في احتياجات خاصة في المنزل اذا كان في اطفال او شباب. فادانا نصيحة وادانا معلومة ممكن احنا نستفيد منها ويستفيدوا منها أصحاب المحلات أو الدكاكين الكبيرة أو الصغيرة وسوبر ماركتات، حتى في أنه يكون عندك توصيل حالك يمشي بدون ما تضر نفسك وبدون ما تضر أيضا المواطنين اللي أنت موصل لهم، بدل ما هم يجوك عندك في الدكان أو المحل ويعملوا لك ازدحام وفيه ضرر بالنسبة لك. أهلا بكم كثير. والحلقة بالأمس لحد ما ختمناها ما كان تقرير وزارة الصحة الاتحادية ظهر، من بعدها ظهر لنا اللي هو تقرير ليوم الأربعاء 13 مايو، ظهرت 157 حالة إصابة جديدة بالكورونا، منها 10 وفيات من حالات أيضا سابقة ومن الحالات دي، و198 هم المتعافين. 198 عدد كبير من المتعافين، ده المتعافين إجمالا عفوا، الإجمالي أيضا 1818 ده من إجمالي المصابين بالكورونا في السودان منذ بداية الجائحة، فيه 1818 رقم كبير للأسف شوية، وحنصل 2000 حالة، منها 90 حالة وفاة، 90 حالة وفاة، والمتعافين 198. المتعافين يمكن لحد وقت قريب المتعافين كان عددهم قريب جدا من الوفاة، ولكن أصبح في زيادة في المتعافين، وإن شاء الله ربنا يعني يسلم كل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا وكل اللي بيهتموا جدا بصحتهم وصحة أسرتهم وكل الملتزمين التزام كامل بموجهات وزارة الصحة الاتحادية، وهي بتبث علينا عبر كثير من الرسائل المختلفة. كثير الجهات الإعلامية بتلعب دور كبير جدا في التوعية. من ضمن الجهات أيضا المهمة الصحافة عموما، إذا كان الصحافة هي مقروءة أو مسموعة أو مرئية عندهم دور كبير جدا في محاولة التوعية بشكل أكبر بالكورونا. جهر تطلق أول دليل عن موجهات التعامل الصحفي مع أوضاع الطوارئ الصحية وتحديدا الكورونا، ده عنوان رئيسي لموضوع مقال يمكن تابعناه ونحن بالأمس. حنتعرف على الحيثيات ويعني شنو الجهات الجهة المستهدفة وشنو الدور كمان اللي بتقوم به. منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر هو دليل صحفي ويعد هو الأول. عبر الهاتف معي أستاذة لمياء الجيلي صحفية، مرحبا بك أستاذة لمياء. أهلا بك، أهلا بكم، وتحية لغاية الشروق والاجتماع بدور الصحافة في زمن الكورونا، وتحياتي لكل من الناس الواقفين في الصفوف الأمامية في هذا الزمن الصعب، الصحفيين والإعلاميين والجيش الأبيض من الأطباء وفي الحقل. شكرا لك. إن شاء الله، تسلمي يا أستاذة لمياء. كلمينا عن الاستهداف تحديدا والفكرة أصلا من بدايتها. كويس، طبعا الصحافة باعتبارنا الصحافة مهنة، هي ما وظيفة بس، هي مسؤولية اجتماعية وأخلاقية، والصحفي دور مهم جديد ومؤثر بشكل كبير. ومن هنا كانت الفكرة إنه لازم جهر كانت فكرة إنه تطلع دليل للصحفيين موجهات كيف إنه هم يتعاملوا مع هذه الجائحة، من ناحية ترقيق المعلومات والتأكد منها، إنه من ناحية إنه الصحفيين ما يكونوا ضحية للأخبار المزيفة والمضللة، لأنه باعتبار إنه جهر هي شبكة صحفيين أو إنسان جهر، هي كانت بدأت من 2000 العام 2000 مهتمة جدا بصحافة الإنسان، مهتمة جدا بإنه الصحفيين يكونوا يتعاملوا بمسؤولية ويراعوا الجانب الحقوقي في عملهم الصحفي. ومن هنا جاءت الفكرة إنه كيف إنك يدعمل الدليل هو يستهدف الصحفيين والصحفيات، وكمان بيستهدف كل الناس اللي بيتعاملوا مع الصحافة، إذا كانت صحافة مواطن، إذا كانت
صحافة مجتمعية، إذا كانت ناشطين وناشطات في السوشيال ميديا. الهدف كله إنه يكون الصحافة تكون تقوم بدور مسؤول، وهي تساعد في نشر الوعي بالجائحة. فكانت دليل بتكلم عن أشياء كثيرة ما فيها في جانب كم يعني في الدليل موجود حول حماية الصحفيين وسلامتهم أثناء تغطية الجائحة، باعتبار إنه الصحفيين برضو هم في الخطوط الأمامية وممكن يتعرضوا ليه أشياء كثيرة. ففي كانت موجهات في الدليل كيف إنه الصحفي يسجل الشهادات الصحية والطبية، كيف إنه الصحفي تعقيم الأجهزة إذا كانت ميكروفونات، إذا كانت تلفونات، إذا كانت غيره وغيره. هو الدليل كامل يعني زي ما فهمت من حديث أستاذ المياء في إنه يقدم لهم هم النصائح في كيفية الوقاية، يعني نقدر نقول جرعة تثقيفية نوعية هو لل بتساعد الجميع المحترفين والمحترفات من الصحافة عموما وتناول الأخبار الصحيحة، ويعني محاولة تصفيتها من الشائعات المختلفة. ايوه، بالاضافه لبرضه احترام الخصوصيه واحترام يكون ما في تمييز بين الصحفي او الصحفيه بغض القضايا الصحيه والقضايا اللي فيها وبائيات او جائحه كجائحه كورونا، انه يغطوا كل يعني ما يكون في تمييز في التغطيه، يراعوا الجانب بتاع النوع الاجتماعي، يراعوا خصوصيه المرضى، معلوماتهم، اسمائهم، عمرهم، اشياء كثيره. يعني لازم في موجهات مفيد جدا للصحفيين في انه كيف انك تستغل، وفي برضه جانب على المصطلحات الطبيه حتى انه الصحفيين بيهتموا بالصحافه يقدر يفهموا هم بيكتبوا يكونوا عارفين الفرق بين الوباء، الفرق بين الجائحه، الامراض المستوطنه وغيره. نعم. هل لقيت الدليل ده لقى اقبال من الصحفيين ولقى اهتمام؟ وطبعا وجد اهتمام، والدليل ده طلع في 3 مايو اللي هو اليوم العالمي لحريه الصحافه. ايوه. فحقيقه جهه محتاجه كل سنه تطلع تقرير سنه باعتبارها هي شبكه كانت بتراقب اوضاع الصحافه وترصد الانتهاكات. يمكن كل الصحفيين والاعلاميين بيعرفوا انه جهه من خلال الفتره اللي فاتت او ال 20 عام اللي فاتت هي كانت بتعبر وبتدافع عن الصحفيين. ففي ظل هذه الجائحه، في تغيير السياسه اللي حصل في السودان والانفتاح اللي حصل للصحافه بشكل افضل، فاتجهنا انه نوفر معلومات واشياء تطور من مهنه الصحافه وتزيد حساسيه الصحفيين وتساعد الصحفيين في تغطيه القضايا الصحفيه والصحيه والطوارئ. نعم. في اصابات بدات تظهر وسط الاعلاميين والصحفيين بشكل واضح. أيوة. يا استاذ المياء. ايوه. ودي برضه طبعا في عشان كده احنا في افرادنا جزء كامل عن حمايه الصحفيين. سلامتهم وكيف انه يعني وقايتهم خلال هم ذاتهم الاجهزه بتاعتهم وتعقيم الاجهزه اللي حاملينها، التباعد الاجتماعي بينهم وبين مستضيفينهم مثلا او بين الدم المعنى الشعارات. كيف انه حتى المؤسسه الاعلاميه طبعا عندها دور هي مع في توفير الحمايه والسلامة الشخصية، مش طبعا شفت كده عندنا تقصير كبير. يعني ما بس حتى في جائحة كورونا بتعتمد على وعيك الفردي وحركتك انت وحمايتك لنفسك. ايوه. ما في سياسات بتاعت حماية للصحفيين او السلامة المهنية، ما في اهتمام بالسلامة والصحة المهنية للصحفيين بشكل كبير يعني في المؤسسات الإعلامية للأسف يعني. الموجهات اللي جات في الدليل او اللي اطلقتها الجهرة دي، هل بيكون في متابعة لتنفيذها ولا هي معلومة وبعد كده بتعتمد على مدى وعي الصحفي او الاعلامي وتنفيذه لها؟ اي طبعا هي تعتمد على من يستفيد منها، من يرغب في استفاده منها بالوعي وتحسيس الناس باهميه الصحافه الحقوقيه واهميه انك وانت بتغطي الطوارئ كيف انك تحمي نفسك، تراعي الجانب الحقوقي من احترام الخصوصيه، من سلامه الناس، من ما تكون في تمييز انك اذا ما تغطي مثلا مجموعات محدده وتجهل مجموعات اخرى، ما تمارس تمييز على اساس النوع او الاسم او غيره. يعني فهي فيها معلومات كبيره وفيها حاجات مفيده جدا. افتكر انه هي الصحفيين ممكن طبعا يستفيدوا منها، والناس اللي بيهتموا بالصحافه وبالاعلام والمسارات الصحفيه الناس ممكن تبني من خلال هذا الدليل يعني تعمل سياسات وتعمل اشياء عشان تضمن تستفيد منها، لانه الصحفيين يعملوا الشغل بشكل مهني وحقوقي وجيد، وبالتالي ترقي من عمل هذه المؤسسات. نعم. جميل. بشكرك جدا استاذه لمياء الجيلي، صحفيه وضحتيني في الصوره بشكل مباشر واضح جدا. شكرا لك كثير. شكرا جزيلا.
مهم جدا انه كل المؤسسات وكل المجالات اللي بنعمل فيها ايا كان وين هي وبتنتمي لشنو يكون فيها موجهات، يكون فيها معلومات تصلك، معلومات تصلك بسهوله، يعني مش انت تعاني لحد ما تصلها. وده اللي عملته جهر في انه هي بتطلق دليل عن موجهات التعامل الصحفي في المضامين في مضمون الموضوعات اللي بتتناولها، وايضا كحمايه لنفسها، لانه شفناهم يعني هم في خط الدفاع الاول حتى مع الاطباء واصابه عدد من الصحفيين ايضا والاعلاميين، وتناول للموضوعات ومحاولتهم لنقل المعلومه بكل شفافيه ووضوح للمواطنين الملتزمين التزام كامل بانهم يكونوا موجودين في الحجر المنزلي. دي نقطة مهمة جدا، يعني بتمنى انه كل شخص يبحث عنها، كل شخص اللي هو منتمي للوسط الاعلامي والصحفي اذا كان الصحافة هي مقروءة او مسموعة او مرئية تبحث عن هذا الدليل وتطلع عليه وتاخذ النقاط الممكن هي تهمك في مجالك. وقفنا في انه جماعه قبل ما اتكلم مع استاذه لمياء، 1818 ده اجمالي الحالات اللي عندنا لحد الان، الرقم 157 ومن قبلها 181، والارقام يعني بقت كلها اعلى من 150 حاله في اليوم. في وقت نحن كنا قبل اسبوعين يعني 30 ممكن ما نحصلها عدد الحالات في اليوم، ف محتاجين انه معناه ننتبه لنفسنا اكثر، وكل الممارسات اللي كنا بنقوم بها في الفتره السابقه نحاول نحن نلغيها ونبدا في تعامل جديد وفي حياه جديده مع التزايد الكبير في الارقام. التجمعات نقلل منها بقدر الامكان، السلام لحد الان بستغرب لو لقيت ناس بيسلموا، الناس يعني الناس خلاص اتجاوزت المقتضي في انه واحده من الاسباب اللي بتنقل لنا المرض بصوره مباشره جدا. الحركه الزايده في الشارع هنخليها دي ما حنعلق عليها، لانه كل مره بنوضح يعني اي شخص مسؤول يتحرك لمكان عمله، حتى ناس وزاره الصحه اللي هم بيرصدوا لنا وبيدونا في كثير من الموجهات، اقرب شارع زلط حتلاحظ الحركه الكبيره، وكل ما تبعد من الوسط وتتحرك على الضواحي اذا كان في الخرطوم في مدرمان او في بحري الحركه هي بتكون متزايده وفي استهتار كبير في التعامل مع المرض. ويعني يمكن البعض كمان بيستخف بقوله الان في انه هو ما مهم، بيشوف انه والله تعرضنا لامراض ممكن تكون اخطر واصعب من المرض ده، لكن 90 حاله وفاه، 90 حاله اللي هم ديل تسجلوا، ديل اللي هم الجهات المسؤوله عرفت الحاله دي. ففي غيره من الحالات اللي ما تم فحصها اصلا ممكن تكون توفت وشخصت وفاتهم بامراض اخرى، فمحتاجين انه نهتم بصحتنا اكثر من كده يا جماعه. انا حنتقل لزميل محمد فتح الرحمن، اشوفه من وزاره الصحه تقريبا ولايه الخرطوم، بالتاكيد حينقول لنا ماده مهمه وفيها معلومات ايضا. نعم. مهمه. مرحبا بك محمد. نعم مرحبا بك يا رشا من جديد، مرحبا بكل الساده المشاهدين الاحباب في كل مكان، احييكم من جديد من داخل وزاره الصحه بولايه الخرطوم. ويمكن بالامس تحدثنا في موضوع مهم جدا حول الطب العدلي وكيفيه التعامل مع ضحايا جثث كورونا، هذا الوباء الخطير، وكان معي دكتور عصام احمد علي مستشار الطب الشرعي والسموم، وكان الحديث مطول حول كيفيه التعامل مع هذه الضحايا وكيف يتم الغسل والفتوى اللي صدرت من مجمع الفقه الاسلامي. وقفنا في نقطة مهمة جدا انه يتم تجهيز المتوفي بهذه الجائحة ومباشرة الانتقال الى المقابر. برحب بك مرة ثانية دكتور عصام، ونواصل ما انقطع من حديث في حلقة الامس حول تجهيز الميت وتكفينه المصاب بكورونا. مرحبا بك ومرحبا بحضرات السادة المشاهدين والمستمعين، وتحية الصحة والعافية تحية نهائية. أتمنى أن تكون المعلومات مفيدة وبالقدر الأكبر هي وقائية واتقائية ومانعة لمزيد من انتشار المرض. أتمنى ذلك وأتمنى من الصحة والعافية للجميع. طيب إحنا يمكن بالأمس وقفنا في التجهيز للميت بعد ما تم تجهيزه وبينتقل طوال مباشرة إلى الدفن، دعنا نعرف بالتفصيل المراحل اللي بتتم مما المصاب توفى لحد ما يتم دفنه. المريض عندما يتوفى هو في حالتين، إما أن يكون في مؤسسة صحية علاجية أو يكون في البيت.
في المؤسسات الصحية العلاجية الأمور واضحة وبسيطة. يقوم فريق من الطب العدلي مدرب على تجهيز الجثامين الخاصة بضحايا مرض كورونا، وتكتمل الإجراءات في الخطوات الآتية. يقوم الفريق بتطهير المنطقة المحيطة بالجثة والجثة في ذاتها وتغطيتها، وقفل فتحتي الأنف والأذنين والفم، ومن ثم وضع الجثة داخل كيس الجثث المخصص لذلك وقفل الكيس. وهؤلاء الأشخاص لا يزيد عددهم بأي حال من الأحوال 4، وهم مدربين على ذلك ويرتدون وسائل الوقاية والحماية الشخصية المتمثلة في الأوفرول المانع لتسرب الماء وطارد للماء، وكمامة خاصة من النوع المعروف بN95 أو FP2، وقطال الرأس وقطال العينين أو نظارة أو قناع للوجه والبوت والجوينتات المعروفة. كل هذه في هذه المرحلة تكون قد اكتمل تجهيز الجثمان داخل المؤسسة الصحية، ومن ثم ينقل الجثمان بواسطة النقالة إلى الإسعاف ثم إلى المقابر. يتم انتقال عدد قليل من الأشخاص إلى المقابر، أيضا لا يتعدى 4 أشخاص الذين يقومون بعملية الدفن. والقبر يفضل أن يكون على عمق معقول حسب مواصفات عالمية تتعلق بمحاذير وتدابير وقائية، لا يقل عمقه عن 1.5 متر. يتم دفن الجثمان ورش الجثمان من الخارج بمادة مطهرة مثل الفورمالين إن وجد. هذه في حالة الجثث التي توجد في المستشفيات. فيما يلي عملية الصلاة، صلاة على المتوفي، يفضل إذا كانت هنالك صلاة أن لا يكون العدد كبير، وبالتالي لا يتعدى 10 بأي حال من الأحوال، ويكون على مسافة بعيدة لا تقل على الأقل يعني على الأكثر عن 2 متر. أما في حالة الوفيات التي تحدث على مستوى البيوت والأماكن الأخرى أو بالنسبة لمجهولي الهوية، ويتم التعامل معهم بفرق غير فرق هيئة الطب العدلي، يجب اتباع بعض الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى. وغالبا في مثل هذه الحالات في مناطق بعيدة لا تتوافر فيها وسائل الحماية الشخصية الطبية المعيارية، يوصى بعمل الآتي: أولا، في حالة وجود جثمان، التواصل مع هذا الجثمان للتجهيز بأقل عدد ممكن ولا يتعدى 4 على الإطلاق، ويقوم هؤلاء بتغطية الأنف والفم وإن أمكن العينين بنظارة إن وجدت، ومن ثم تغطية الأيدي إن وجدت، طبعا كمامة إن وجدت جوينتات لم توجد ممكن قطع من القماش، ويقوم بتغطية المتوفي وقفل فتحات الأنف والأذنين والفم، ولف هذا الجثمان بكيس بلاستيكي أو بأي مشمع حسب الموجود، لأنه نحن نتكلم عن حالة استثنائية قد لا تتوافر فيها كل هذه المتطلبات أو الاحتياجات. ومن ثم إذا وجد كفن يمكن أن يكفن هذا الجثمان بهذا الكفن. وفي كل الحالات في حالة الوفاة داخل المؤسسات الصحية أو خارجها لا توجد عملية غسل للجثمان على الإطلاق، وهذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية لحماية حياة الناس، لأن عملية الغسل في حد ذاتها قد تنتج عنها تناثر قطرات من الماء، هذه القطرات تكون لامست المتوفي أو السوائل الخارجة منه، ويمكن أن تنتقل إلى المتعاملين مع الجثمان وتستنشق وتكون سببا للعدوى ومزيدا من انتشار المرض والموت. وعليه إذا أصر أهالي المتوفي على غسل الجثمان، مع العلم أن غسل الجثمان في الشريعة أصلا هو مندوب، والمندوب الذي يثاب من يفعله ولا يثاب من يتركه، وبالتالي يفضل أن تكون هنالك قطرات قليلة من الماء تخذ برأس الأصابعين وترش على الجثمان بنية الغسل. وإن كانت هنالك عطور يمكن برضو أن توضع قطرات من هذه العطور على الجثمان. ويتم نقل الجثمان في حالات الوفيات في مناطق خارج المؤسسات الصحية
بأي سيارة ممكنة إن كانت مغلقة أو مفتوحة. تنقل هذه الجثة إلى المقابر ويتم دفنها وفقا للإجراءات السابقة. ولكن ما يهم في هذا الأمر أن العربية أو السيارة التي نقلت هذا الجثمان لابد من غسلها بالماء والصابون. إذا لم تتوافر المطهرات مثل هيبوكلوريد الصوديوم 1% الذي يوجد لدى فرق التعامل مع الجثامين، وعلى كل المتعاملين مع هذه الجثث إن كانوا قريبا من بيت العزاء أو حاضرين في تجهيز الجثمان أو حاضرين في الصلاة أو حاضرين في العزاء، يجب أن يكونوا على مسافات لا تقل عن متر، وأن يكونوا يعني لا تكون في عملية بتاعت مصافحة، ولا يكون في عملية بتاعت تقارب والزحام، ويقوموا بغسل أيديهم بالماء والصابون لمدة دقيقة على الأقل لمنع انتشار العدوى. طيب دكتور عصام، كلام جميل. بعد أن يتم التشييع إلى المثوى الأخير إلى المقابر، هل في بالنسبة للدفن المصاب بهذا الوباء الخطير بيتم دفنه يعني في مقبرة عادية زي المقابر، زي الإنسان بيتوفى وفاة طبيعية في ود أحد وبعد ذلك يدفن ويصلى عليه، والله فقط بيتم الحفر متر ونص زي ما ذكرته ويتم دفنه مباشرة؟ في الوضع الحالي وفقا للتدابير والمعطيات الحالية تدفن هذه الجثامين في المقابر العادية، ولكن بعد وضع التدابير الوقائية اللازمة، الحفر بالعمق المعقول قلنا حوالي متر ونص، ورش القبر من بر إن وجدت مادة مطهرة. هنالك جهود الآن تجري لتخصيص مقابر لجثث ضحايا كورونا في ولاية الخرطوم، حتى الآن لم تكتمل، ولكن من الأفضل أن توضع هذه الجثث في أماكن منفصلة بعيدة حتى تكون هنالك مزيد من الوقاية والحماية إذا كانت هنالك احتمالية لانتقال هذا المرض بعد الدفن، إذا ثبت ذلك علميا بعد البحوث الجارية. أما حتى الآن لا يوجد ما يؤكد إمكانية انتقال المرض في المقابر من وإلى المتعاملين مع هذه المقبرة في دفن المتوفين بكورونا أو بغيره، لم يثبت حتى الآن ولم تظهر حاجة، ونتمنى أن لا يحدث ذلك. لكن برضو أنا كان سؤالي يا دكتور عصام، إنه هل بيتم الدفن في الحفرة دي فقط المتر ونص، ولا بيكون في ود أحد داخل المتر ونص؟ إجراءات عملية الدفن هي الإجراءات المعتادة. المتر ونص دي فيها الحفرة الأصلية المطمورة زي ما بيقولوا هنا، زايدا ود الأحد أو الشق حسب ما يمارس، يعني حسب الطقوس الدينية أو الأعراف المتعامل بها. لكن العمق الكلي لهذا القبر يجب أن يكون لا يقل عن متر ونص. طيب دكتور عصام، ونحن يمكن في مرحلة بتاعت انتشار مجتمعي لهذا الوباء، وفي كل يوم بنسمع أنه في انتشار كبير جدا من المرض، وفي وفيات كثيرة جدا بيتم تسجيلها من خلال هذا المرض مقارنة بحالات الشفاء ربما تكون الوفيات أكثر، وكل اللي توفوا الآن بهذا الوباء الخطير نسأل ربنا يرحمهم ويغفر لهم، بيتم التعامل معهم بنفس الطريقة اللي قلتها؟ هل طيب السؤال الآخر، إنه الإمكانيات المتوفرة لكم، إنه أنت بتلبس اللبس الكامل عشان تدفن واحدة من الجثث، يجوز إنه اللبس ده تدفن به أكثر من جثة وبعد ذلك يتم تغييره، ولا بيتم ذاته اللبس ده تغييره وتطهيره وبعد ذلك ممكن تستعمله في عدة استعمالات؟ اللبس الست أو الطقم اللي يعتبر من وسائل الحماية الشخصية بما فيه الأوفرول وغطاء الرأس والكمامة والنظارة أو غطاء الوجه والجوينتات، كل هذه أحادية الاستعمال، يعني تستخدم مرة واحدة وترمى. أما إذا كان هنالك جثتين أو ثلاثة جثث في نفس المكان، في نفس العنبر أو في نفس غرفة العناية المكثفة، يمكن التعامل معها بلبسة واحدة، لكن لا يصح على الإطلاق أن تخرج هذه اللبسة من هذا المكان إلى مكان آخر، لأن اللبسة نفسها أو الطقم بتاع لغاية وسائل الحماية الشخصية ممكن أن يكون مصدر لانتقال العدوى. ومزيدا من التدابير الوقائية عندنا في التعامل مع هذه الجثامين، عندما ينتهي الفريق من العمل يقوم أحد أعضاء الفريق برش هذه اللبسات وهي على أجسام الفريق بالمادة مطهرة قبل
نزعها، وذلك لمزيد من الوقاية وعدم الوقوع في مسألة انتقال العدوى، خصوصا إذا حصلت ملامسة أثناء عملية الخلع. جدير بالذكر في نقطة مهمة، في بعض الأماكن التي لا توجد بها مقابر محددة، لو كانت مقابر عامة أو مقابر مخصصة لضحايا كورونا، يفضل أن تكون المدافن بعيدة عن مصادر المياه أيا كانت، مصادر مياه الشرب أو مصادر مياه أخرى، لأنه حتى الآن لم يتأكد ما إذا كان تسرب هذه السوائل عبر الأرض إلى هذه المصادر من المياه قد يؤدي إلى انتقال العدوى من عدمه. ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لاتقاء احتمالية انتقال هذا المرض بهذه الطريقة، خصوصا إذا كان هذا الفيروس يمكن أن يعيش لفترات أطول. نعم، نسأل الله السلامة والحماية. دكتور عصام أحمد علي، شكرا جزيلا لك لهذه المساحة والحديث والتحدث حول الطب العدلي وكيفية التعامل مع ضحايا جثث كورونا. ختاما توك ترسل رسائل خاصة للأسر اللي بتفقد واحد من أحبابها بالمصابين بالمرض، إنه سريعا كده نديهم رسالة اطمئنان ومحبة، وإنه دي ما نهاية الدنيا بإذن الله تعالى. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. أن نقي أنفسنا ونقي أحبابنا وأعزائنا باتباع إرشادات الوقائية اللازمة من وزارة الصحة الاتحادية أو في كل الولايات، يقلل من انتشار هذا المرض ويحمي الصحة ويرعى الأرواح من الفقد. وعليه بالتأكيد الشعب السوداني على قدر كبير من الوعي والفهم في أن يتبع كل الإرشادات اللازمة، مثل البقاء في البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، وعدم الاقتراب في مسافة أقل من متر، ووضع الكمامة ما أمكن، وعدم ملامستها لفترات طويلة. وكل هذه التدابير مع بعض بإذن الله تعالى نحن والمجتمع، لأن صحة المجتمع مسؤولية الجميع ليست مسؤولية وزارة الصحة، نستطيع بإذن الله تعالى أن نقلل من معدل انتشار المرض ونحمي الصحة ونرعى الصحة بإذن الله تعالى ونحمي الأرواح. شكرا. اللهم أمين يا رب. شكرا لك دكتور عصام أحمد علي، مستشار الطب الشرعي والسموم، شكرا جزيلا لك لهذه المحطة. كان الحديث حول كيفية التعامل مع ضحايا جثث كورونا، مما يتوفوا لحد ما يتم دفنهم، وكيفية أنه يتم الدفن والإجراءات. شكرا جزيلا لك يا دكتور، وأعود من جديد إلى الزملاء في الاستوديو لمواصلة هذا البرنامج. شكرا محمد، وشكرا دكتور عصام، ادانا معلومات مهمة وفيها كثير من الحرص على سلامة المحيطين بمتوفي الكورونا. الناس تتعامل مع المسألة دي بأكثر عقلانية، بصورة عقلانية، ونبعد من العاطفة. يعني زي ما ذكر أيضا في لقاء سابق، في أنه الناس بتقول أنه لازم يكون في تشيع كبير جدا، ولازم الناس كلها تمشي المغابر، وإذا ما كان عدد الناس كبير ده معناها المتوفي هو شقي، على حسب حديث دكتور عصام. الفكرة ما كده، ولكن بعد هو يتوفى أنت لو حاولت تقرب منه أو يحصل غسل أو غيره من التفاصيل دي، ممكن تنقل لنفسك المرض وتكون أنت التالي لا قدر الله، فبالتالي تحمي نفسك أنت كزوجة وأنت كأبناء، تحموا نفسكم بقدر الإمكان. والمتوفي إن شاء الله ربنا يرحمه ويجعله مع الرفيق الأعلى إن شاء الله. عندنا كثير من الحديث وإن شاء الله عدد من الاتصالات وكل ما يتعلق بالكورونا، حنكون متواصلين معكم إن شاء الله في النصف الثاني من البرنامج، ولكن بعد فاصل انتظرونا. أهلا جديد مشاهدينا في كل مكان، نتواصل معكم خليك في البيت. كل ما يتعلق بالكورونا من أرقام جديدة بتطلعنا عليها وزارة الصحة الاتحادية، ومن يعني فيما يتعلق بالأعمال الدرامية، فيما يتعلق بالنصائح اللي عندها علاقة بالاجتماعيات والسلوكيات، وحتى التعامل ما بيننا إحنا في العلاقات الاجتماعية في الظروف اللي إحنا موجودين فيها الآن. مع الشهر الكريم كان عندنا كثير من الطقوس نحن متعودين عليها جدا، ولكن جاءت جائحة الكورونا وغيرت موازين كل العالم، وغيرت
يعني حتى في الاقتصاد وفي الصحة لدول عظمى وكبرى جدا. عندنا في السودان في أحيان كثيرة بنتعامل بالعاطفة في التعامل، في التصافح، في حتى المعاملة في الشهر الكريم، عايزين إنه يكون زي الشهور السابقة، ولكن ده فيه ضرر كبير جدا علينا وعلى صحتنا. نلتزم ونوعى لصحتنا ونتابع كل الإجراءات لوزارة الصحة الاتحادية. عندنا أيضا تحدي التشافي الذاتي، يعني كجملة ممكن تكون كبيرة جدا ومهمة جدا إنه نطلع ونعرف على فحواها وما تحمل فيه أيضا داخلها. حنتكلم عن تحدي التشافي الذاتي مع لينا، أستاذة لينا الإمام، لايف كوتش وباحث في التنمية الذاتية. مرحبا بك يا لينا. بكم وبتواصلكم، وإن شاء الله ربنا يعني يعم الأمن والسلام لبلادنا، ورمضان كريم عليكم وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. الله أكرم، تسلمي. مرحبا بك يا لينا، تسلمي كثير. تحدي التشافي الذاتي، فصلي لنا الجملة دي أول حاجة، بعد كده ندخل في التفاصيل عن التحدي نفسه. طيب، تحدي التشافي الذاتي هو كان يعني من ضمن مبادرة التشافي، هي مبادرة من بس لينا لو سمحت لي في هوا جنبك، بس لو عشان أسمعك بوضوح. طيب تمام. كان هو ضمن إطار مبادرة التشافي، هي مبادرة يعني أطلقناها في سنة 2019، وكان فكرته إنه كيف أن إحنا نصنع السلام المجتمعي بإنه نحن نصنع السلام الداخلي داخل أفراد المجتمع. فكانت فكرة تحدي التشافي الذاتي إنه أنا كيف كفرد أقدر أوصل ل يعني تشافي داخلي وسلام داخلي معين في فترة كانت بتاعت 21 يوم. هو كان هاشتاج أطلقناه في فترة سابقة، وهو أيضا يعني جينا استكملناه بهاشتاج جديد، وفي هو تشافي كورونا، وهو ده الأجد بعد تحدي التشافي الذاتي. الفكرة إنه إحنا كلنا بنعاني في داخلنا من مشكلات في الماضي، من مشاعر سلبية، من معتقدات ممكن تكون سلبية، قيم مشتاقين إن إحنا نعيد تراتبيتها في داخلنا. في كثير من الملوثات الفكرية والذهنية والروحية في داخلنا. دائما الأزمات بتكون زي الآن إحنا بنعيش، وربنا يسلم بلادنا وكل البلاد يا رب العالمين، بتكون هي فترات بتاع التحول. وبنقول انه الطاقه في المرحله دي تكون عاليه جدا، ودي بتحصل فيها النقلات النوعيه، زي ما هسه احنا بنشوف انه العالم كله كانما خريطته بتتغير وشكله بيتغير، وفي حاجات كثيره يعني تحولت بتحول جوهري. ايضا على مستوانا الشخصي والذاتي في تحولات ذاتيه وداخليه مرتبطه تحصل لنا. اي زول في الفتره دي او اي شخص في الفتره دي هو ما حصلت له تحولات جذريه في حياته، معناته هو ما منتبه للحاجه دي ومركز في مكان اخر وما قادر يستفيد من الحدث اللي هو العالمي. ربما احنا نشوف انه حاجه سلبيه يعني فعلا صعب علينا، ولكن دي هي من نسائم الرحمه احيانا ربنا بيسهل عشان الناس تعيد التفكير في داخلها افضل وفي الحياه افضل. فبالتالي اي واحد لازم انه يعاين الموقف او الازمه اللي احنا عايشينها، هي فرصه بتاعت تحول حقيقيه في داخلنا، نتشافى من حاجات كثيره جوانا، نراجع افكار، نراجع معتقدات، نراجع طريقه حياتنا، نراجع طريقه تواصلنا مع الاخرين، نراجع مشكلاتنا، نواجه نفسنا. زي الارض لما نجي نحوزها، احنا عايزين احنا كنا بنقول بنبنيه وحنبنيه، ولكن الارض الزراعيه دي لما نجي يعني نزرعها، اذا ما حرسناها، اذا ما نقيناها، اذا ما صفيناها، اذا ما عالجناها، وبعدين جينا بناها سماد، ولا انا بسميه عندنا بالوعي الجديد، وانه انا ابدا انفتح على فرص جديده، على افكار جديده، على رؤى جديده في حياتي، على تواصل جديد، على تعامل جديد، وبالتالي بتتجلى لي بعد فتره طريقه حياه جديده بعد الازمه، بكون انا استفدت بالجد بكل ما يمكن. ودي هي فكره وجودنا الان في منازلنا، انه احنا نقدر ننظر للموضوع بالطريقه البسيطه دي، اكثر من انه انا اقعد اركز مع المرض واركز مع السلبيات واركز مع الحاجات المحبطه، واللي هي برغم يعني ربنا قال في كتابه الكريم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فنحن محتاجين نعاين الموضوع
بالطريقة دي في منها ذات شكل التشافي الذاتي وذات شكل التشافي كورونا ونحن نستفيد من الأزمة دي للمرحلة الجاية. نعم يعني حديثك أنا أكثر كنت متخيلة وإنه بيتكلم عن مرحلة ما بعد المرض، ولكن الفكرة هي شاملة وكاملة لكل شخص، وحديثك مهم جدا في إنه لو ما الآن أي شخص حصل له أي تغيير معناه هو مركز في جانب آخر وما داخل يعني معانا في الصورة، أو أنا صراحة بطلع عليه شخص لا مبالي كون إنه في خطر وفي موضوع زي ده هو بصيب كل العالم. الأشخاص عندنا كمان مختلفين يا أستاذة لينا، بنلقى في جزء من الناس لحد الآن ولحد اللحظة دي بعد 1818 حالة هم ما مؤمنين بالكورونا وشايفينها هي حاجة كأنها بعيدة جدا كأنها ما في السودان معه هنا، وفي جزء آخر هم عارفين ومقتنعين أنه في الكورونا ولكن في نوعا ما استهتار في أنه يقوا نفسهم أو أسرتهم، وفي نوع آخر اللي هو من بعدهم نقدر نقول مؤمنين بالكورونا وبيقوموا بكل سبل الوقاية، وفي النوع الأخير الخوف زايد عن الحد بطريقة ممكن تكون أكبر من اللازم. لما نتكلم عن تحدي التشافي الذاتي قاصدين كل الأنواع دي من الأشخاص المختلفين؟ نعم هو طبعا بغض النظر أن الناس تؤمن بأن الحاجة دي حاصلة أو ما حاصلة يعني، وهي مسؤولية الجهات الرسمية والجهات التوعوية أن هي توفر المعلومة الصحيحة للناس، ده جانب مهم جدا، مسؤولية الجهات المفترض أنها هي توصل وتملك المعلومات للناس والناس تقتنع بالحاجة دي. الحاجة الثانية أنه إحنا في كل الأحوال لابد نتبع توصيات الجهات الرسمية أي كان من الأنواع اللي انت ذكرتيهم، أن إحنا علينا نتبع، خلاص نقعد في البيت حظر، إحنا هنقعد في البيت وحظر إلى أن يفتى لنا بأنه خلاص إحنا في أمان وسيف، إحنا ممكن نطلع ونمارس حياتنا الطبيعية. فأيا أنا كنت من الأنواع الأربعة المذكورة اللي انت ذكرتيهم، سواء كنت مقتنع أنه ما أو كنت أنا عارف انه فيه ما مضاري او كنت خايف شديد، انت في الان موجود في البيت، انت الان كل شيء مدخل، ما عندك طريقه الا انك تقعد مع نفسك وتواجهها وتعيش معها تجربتها الخاصه ايا كان قناعتك الفراغ هي شنو، تمام؟ لانه البلد مقفله كلها، ما فيش تمشي وين يعني، حتى لو الواحد عمل انه هو لا مضاري انا أعتقد انه في النهايه حركته محدوده ودي حاجه فيها عدم وعي الان، فانت لابد تتبع الاجراءات رجوعات السلامة كاملة وتتبع كلام الجهات الرسمية في إنه نحن نقعد في بيوتنا ونواجه نفسنا. نحن واحدة من مشاكلنا الحقيقية الآن إحنا رافضين نواجه نفسنا، إحنا رافضين حتى الواحد العالم كله ما قاعد في البيت، يعني ما نقعد شوية في البيت، ما عمرنا ده كله يا أستاذة جارين وتعبانين بيفتش لمستقبل العيش وبيفتش لمستقبلنا، عملنا شنو يعني، ما أقدر أحبط الناس يعني، لكن يعني سنين طويلة وإحنا دارين ما نقعد شوية، إن شاء الله نعتبرها إن هي إجازة حبة من الحياة ونجرب فيها تجارب جديدة ونراجع فيها نفسنا. ولكن الخطر الأكبر الآن اللي بيواجه الناس بينهم وبين نفسهم أنا بفتكر يمكن يكون ذاته أكبر من كورونا، لأن كورونا هي أزمة بتعدي وتمشي، هي دائما الأذى أو البلاء أو المرض هو معروف في الأزمنة كلها، يعني هو فترة وبتعدي بخير وبشر حتعدي، ولكن الخطر الأكبر اللي هو موجود في داخل النفس البشرية لما ما تكون قادرة إنها تقعد وتواجه نفسها وتحل مشاكلها وتعالج المستقبل حقها وتعالج مشكلاتها بكل وضوح. إحنا رافضين نواجه نفسنا يا أستاذة، ده الخطر الأكبر اللي بيخلي إحنا ما قادرين نتقدم كمجتمع، تمام؟ الأزمة الآن دي هي عابرة وخلت بس بعض المشكلات تظهر على السطح، فإذا كنت أنت خايف شديد، الناس اللي بتخاف شديد أنا بقول لهم في تقنيات أنت ممكن تمارسها تقلل لك الخوف، يعني أول حاجة أبعد من الأخبار الكتير، خاصة الأخبار العالمية، كفاية عليك أخبار البلد. صح. يعني ما في داعي إنه أنا أعرف نصيحة مهمة دي. وفيادة كم. أيوة. وأقعد أفتح التلفزيون كل شوية وأتابع أي حاجة في الفيسبوك يجيبوا حالة بتاع زول ما قادر يتنفس كويس أو إنه بشكل المقابر ولا ناس ماشيين يدفنوا، الحاجة دي بتثير الرعب في النفوس. دي قنواتهم، دي حياتهم ودولهم هم. إنسانية. ودي اي بلد لو لاحظنا عنده ضعف، والان في دول تشافت، الان دول لها كم اسبوع صفر حالات الاصابه فيها، فالتجارب بتاعت الدول بتختلف حسب ظروفها، انا ما بقدر اربط ضرخمه المجتمع السوداني بظروف الدول الثانيه، فبالتالي انا ما اتابع الاخبار السلبيه اللي ممكن تكون في الدول الثانيه، ما اتابع طوالي بس
المساله ما عايناها بالعين بدات ما قلنا وفيات او كذا، احنا نعاين الجوانب الربانيه والحكمه المرسليه السبب بتاع الموضوع ده. يعني لو قعدنا نحاسب وننظر للحكمه ونتابع، يعني الان في ناس كثير بينشروا الايجابيه في الفتره دي، تابع اتعلم لغه جديده، اتعلم حاجات جديده، حسن علاقتك مع ناس البيت، ركز على الاشياء اللي ما عندها علاقه، ما دام انت حافظ نفسك في البيت وجاير بالامان ما في داعي تثير يعني روحك تنهك وتمرض قبال ما جسدك ينضب بالمرض. يعني الان كثير من الناس حاصله معاهم الحاجه دي، هم مرضوا نفسيا قبال المرض الحقيقي بتاع المرض جسديا. يعني بيقلل المناعة برضو، يعني الخوف والتوتر النفسي ده بيقلل مناعتك جدا وبسهل دخول المرض لك. يعني ايوه، هو اكبر مهدد للمناعة الذاتية وللخلايا بتاعت المناعة في الجسم هو الخوف. لان انت لو من تكون في حالة بتاعت خوف، انت معناتها جسمك بيفرز هرمونات ومواد كيميائية بتكون المناسبة مع حالة الخوف، واللي هي بتأذي مباشرة الخلايا المناعية، فبالتالي بتتكسر الخلايا المناعيه دي وممكن تمرض، ممكن تمرض وتصل لمرحله القلق والتوتر والموت من دون ما يكون في فيروس واحد بنمسك يعني. وبالعكس بتثير الرعب في الاخرين اللي جنبك، انت ما مطمئن في اللحظه دي، انت لابد تحاول توصل لمرحله السكينه. وما شاء الله في اليوتيوب وفي التلفزيون في برامج كثيره جدا مطمئنه وبتبعت السكينه وبتبعت تفكير الناس عن الجانب السلبي وبتخليهم يعيشوا تجارب ايجابيه جديده مع نفسهم ومع اسرهم في البيت. فما في داعي بمناسبه حاله الخوف دي بتزيد حاله المرض عموما يعني. لانه احنا كل ما ركزنا في المرض كمجتمع كل ما تركزت طاقتنا جميعا في ان المرض ده يزيد، لانه الخوف بيزيد. بينما انت تكون بيقول لك مثلا الزول مثلا عنده جيوش خايف عليها شديد او عنده مقتنيات خايف عليها شديد، فبالتالي تيجي تتفرق منه او تتشال منه كانه بيجذب الحاجه دي له يعني. فانت بتكون اقرب للمرض في حاله الخوف، بالتالي نهدي نفسنا ونطمئن نسكن. نعتبر تجربتنا كمجتمع سوداني حتكون تجربه مختلفه غير عن كل التجارب ان شاء الله. حنعبر بالسلام، زول يقرا قران، احنا الان في العشر الاواخر، دينامه كبيره جدا من رب العالمين يكون في جوانا يقين اكثر وتوكل اكثر ونقيم عبادات روحانية وإيمانية ونقرأ كتب ذات جديدة ونتعلم مع أسرنا حاجات جديدة إن شاء الله. ده الجانب بتاع الناس اللي بتخاف، الناس اللامبالية دي برضو ناس تهرب من الواقع بأن هي ما دارت تواجه نفسها وتقعد، ودي حاجة ما صحيحة والله يعني. لأنه أهم حاجة أنا بالنسبة لي الآن عرض نفسها من الخطر. ايوه، انت تنعى بنفسك يعني. اللامبالاه دي للاسف انا زي ما قلت لك احنا مشكلتنا اكبر من كورونا، لانه اللامبالاه دي طبيعه في مجتمعنا السوداني، احنا لامبالين عموما يعني. رغم من عاداتنا الجميله الكثير والقيم اللي عندنا، احنا لامبالين في حاجات كثير في حياتنا، فبالتالي شيء طبيعي لما تجي ازمه زي دي حنتعامل بنفس اللامسؤوليه واللامبالاه اللي احنا متعودين معاها يعني. فدي برضو مرحلة خطيرة مفترض انه نوعى ونوعي احنا محتاجين فيها توعية استاذة لينا. وان شاء الله اسمحي لنا انه الايام المقبلة دي نحاول نتواصل معك على كذا مرة، لانه بتقولي في كلام مهم جدا وحديث مهم جدا من ارض الواقع، ده حاصل عندنا في المجتمع. انا بشكرك جدا على حديثك، يمكن بكلمة أستاذة لينا لما قالت عندنا مشكلة في أنه نحن نواجه نفسنا، أنا تخيلي لقيت لي إجابات لكثير من التساؤلات اللي عندنا في ذهني. إن شاء الله ربنا يدي الصحة والعافية للجميع ونسلم كلنا، ونجي في يوم من الأيام نقول زيرو كورونا، ولازم لحد ما نصل المرحلة دي نكون موجودين في البيت. خليك في البيت في أمان الله وحفظه.